ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير. مبسوطه اكون معاكم في فيديو سهل وبسيط زي ما احنا متعودين مع بعض في وصفات هناء. هنقدم كل حاجه سهله وبسيطه، طعمها هيطلع تحفه. النهارده هنعمل مشروب مهم جدا على سفره رمضان، لازم نقدمه على السفره، بس هنقدمه النهارده بشكل مختلف وكمان صحي جدا 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 لولادك ولحبايبك في البيت، بدون سكر، بدون مواد صناعية، طبيعي جدا، سهل جدا، طعمه روعة، مغذي جدا ومفيد جدا لكل اللي يشربوه صغير او كبير. وكمان حبايبنا اللي صايمين كل سنة وهم طيبين ممكن يعملوه. احنا هنستخدم هنا لبن، ممكن يستخدموه بلبن جوز الهند، هيبقى تحفة. انا كل اللي معايا دول حوالي كوباية من التمر او البلح، غسلاه حلو ومنضفاه وشايلة النوى منه، ودوت معايا لتر الا ربع من الحليب. زي ما احنا قلنا حبايبنا اللي صايمين ممكن يستخدموا حليب جوز الهند، هيطلع جميل جدا معاهم، سهل جدا. كل اللي علينا بس هنجيب الخلاط بتاعنا او هنجيب الكبه، ادي الخلاط اهو، هننزل بالحليب سوري بالبلح كده، وبعد كده هنزل بالحليب عليه بدون سكر بدون اي اضافات تانية، هيطلع نفس طعم الحليب بتاع مزارع دينا اللي احنا كلنا بنحب نشتريه بالغالي. ادي كل مكوناته وادي كل طريقته، تعالوا بقى نضربه ونشوفه مع بعض. بصوا كده بعد ما ضربته عمل وش، بصوا كمان لونه غير ازاي، بقي جميل. هقولك كمان على خطوة بتعمليها، انت تضربيه جامد وبعد كده تستني 3-4 دقايق وتضربي تاني، تستني 4 دقايق وتضربي تاني لمدة 10 دقايق او 5 دقايق. الضرب بأمانة تحفة، بصوا بصوا شكله، شايفين لونه اجمل مشروبات طبيعية ممكن تعمليها، مغذية وبدون سكر، مش محتاج خالص انك تضيفي سكر. بصوا منظره بجد جميل، بقى اقدري بقى زينيه زي ما انت عايزة، قدميه لولادك وبألف هنا يا رب ليكو. بصوا شكله بجد جميل، بدل ما تروحي تشتري اللتر الحليب بالبلح من بره بسعر غالي جدا، انت اعمليه مش هيكلفك ربع تمن بأمانة اللي هتجيبيه من بره. مبسوطة ان كنت معاكم في فيديو سهل وبسيط، يا رب يعجبكم، وبألف صحتين وهنا ليكم، واشوفكم ان شاء الله على فيديوهات تانية كتيرة جديدة.